مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تأثيرات التغير المناخي على الزراعة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الخبير في الزراعة والموارد المائية الأستاذ تحسين الموسوي. أستاذ تحسين، حياك الله. حياك الله أستاذ، تحية لكم ولكل متابعيكم الكرام، وتقبلنا الله منكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. بداية، بحسب وزارة البيئة الحالية فإن معدل هبوب العواصف الترابية على العراق أكثر من 270 يوما في السنة، وسيرتفع هذا المعدل إلى 300 يوم خلال عام 2050. ما أثر هذه العواصف على الزراعة في العراق؟ بالحقيقة هو التقرير، هذا تقرير عدة الأمم، منظمة الأمم المتحدة بعام 2015 أو 2016، بأنه ستكون زيادة بالعواصف الرملية من 15 مرة بالسنة إلى 300 مرة. وطبعا هذا وفق التحذيرات المسبقة من التغيير التحدي العالمي وهو التغيير المناخي، واللي فرض بصورة عامة تغيير حقيقة. هذا التغيير المناخي أثر حتى على شكل الاتفاقيات، أثر على شكل عام، لكن للأسف التحذيرات المستمرة واللي أطلقوها العلماء واللي أطلقوها الخبراء واللي حذرت منها المنظمات العالمية لم تأخذ أي اهتمام ولم تكن على أي أولويات لدى كل الحكومات المتعاقبة. الحديث عن هذا الملف كله متعلق بملف المياه. مثل ما تعرف جنابك ويعرف المشاهد الكريم أنه الأزمة الحقيقية الفعلية كان من المفترض أن تبدأ من عام 2025 وتمتد، لكن لسوء الإدارة كانت هناك متسارعة، وبدأت حقيقة بدأت آثار الموت الجزئي تظهر. عندما نتكلم عن فقدان خطة زراعية، عندما نتكلم عن نفوق حيوانات، عندما عن فقدان التنوع الأحيائي، عندما نتكلم عن هجرة، عندما نتكلم عن تلوث بالمياه، عندما نتكلم عن تلوث البيئة، المسببات المرضية، هذه كلها الأسباب حقيقة، وبدون أي وضع أي خطة لوقف هذه الحالة. اليوم للأسف نتعامل بالأزمة، لا توجد استعدادات للأزمة، لكن نتعامل الأزمة بواقعها في وقتها، وهذا شيء لربما يكاد يكون يأتي بنتائج سلبية. لاحظ بدأت حتى عندنا نتيجة العواصف الترابية. ما الذي منع الحكومة من القيام بما يلزم تجاه الزراعة واتجاه كذلك المياه، خاصة وأن هناك دول منبع محيطة بنا ودول تمر منها المياه نحو العراق، وقد يعني حذروا العراق في أكثر من مناسبة، خاصة عندما نتحدث عن المياه نذكر هنا تركيا على سبيل المثال وسد أليسو الذي قاموا بإنشائه والتحذيرات التي أطلقت إلى بغداد من أجل القيام بما يلزم على فترات متباعدة، لكن لم تقم الحكومة في بغداد بالقيام بما يلزم، والآن يعني يعيش المواطن العراقي حالة من الخوف من يعني جفاف الأنهر التي يمتلكها العراق، وبالتالي كيف يمكن معالجة هذه الأزمات والتخلي عن فكرة الحل الآني الذي تستخدمه الحكومة الحالية؟ بالحقيقة عندما نتكلم عن مصادر المياه، باعتبار للأسف العراق دولة مصب دول المنبع المتشاطئة مع العراق بصورة عامة، يعني قبل الشحة وقبل التغيير المناخي كانت هناك سيطرة تامة على مصادر المياه بالنسبة لعالي المنبع، وهذا طبعا نتيجة استغلال ظروف العراق من مشاكل العراق، من دخول العراق في حروب ومشاكل داخلية وخارجية. وللأسف ما زاد الطين بلة وما حدث بعد 2003 وهو أنه هذا الملف فقد أولويته بسبب تعدد مصادر القرار. يعني اليوم تكلمت حضرتك على الجانب التركي او مصادر المياه، تجد انه هذا الملف يكون بيد اعلى سلطه في الدوله، بيد السيد رجب طيب اردوغان، لكن حتى في سوريا بيد السيد بشار الاسد، ايران بيد المرشد الاعلى، لكن تجد بالعراق هذا الملف يكون على مستوى وزير موارد مائيه. اذا نحن نتكلم عن مفاوض ضعيف. الجانب الثاني، دول المنبع بدأت تتكلم عن استخدامات. العراقي طالب بحصص،
لا يمكن للعراق أن يذهب ويقنع المجتمع الدولي حتى يقنع دول المنبع ما لم يحسن من استخداماته الداخلية. للأسف يعني هذا الموضوع يعني احنا نتكلم عن خلل في الداخل، لا يزال نستخدم الطرق والوسائل الكلاسيكية القديمة، الري السيحي، عدم وجود وحدات معالجة، لا توجد أنابيب ومشاريع مغلقة، يعني لا لحد الآن لا توجد سد قاطع على صد. طيب سؤالي لك أستاذ تحسين، الآن العالم يتجه الآن إلى الزراعة وإلى تنمية الثروات أو تنمية القدرة الإنتاجية الغذائية بالنسبة لهذه الدول، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي يشهدها العالم والتي أثرت على كثير من دول العالم، باعتبار أن هذه دول مساهمة بأكثر من 19% من حجم الإنتاج الغذائي العالمي. طيب اليوم العراق وهو بلد منذ النشأ بلد زراعي، لكن نرى الآن بأن كثير من العراقيين بدأوا بسبب التصحر يهجرون المناطق الزراعية والريفية ويتجهون صوب المدن بحثا عن فرص العمل. كيف يمكن أن تعالج هذه الأزمة الخطيرة والمشكلة، خاصة وأن العراق هو بلد يعيش على الاستيراد، يعتمد على الآخرين، لا توجد زراعة، نسب قليلة جدا، والصناعة متوقفة. إذن كيف يمكن أن تعالج هذه الأزمة التي بالطبع ستؤثر على العراق في المستقبل؟ ربما سأطرح أو جواب أو سؤال من خلالك مباشرة من خلال منبرك أيضا المشاهد. يعني لو تكلمنا بهذا الملف، لاحظ عندما نعد الموازنات مثل الدولة الأردن الشقيق ودولة مصر، الأردن موازنتها 14 مليار ومصر 24 مليار وإيران 48 مليار، والدول كلها تنتج وتصدر، والعراق أصبح بلد مستهلك لها، وموازنة العراق تصل لحوالي 108 مليار، والعراق لا يستطيع تطوير وسائل العيش، لا يستطيع تطوير وسائل الزراعة. إذن هناك خطأ، وأنت تعرف قصدي، يعني هذا الخلل الكبير اللي أصاب الجسد العراقي بصورة عامة. الخطأ الكبير أيضا نتكلم عن الفساد اللي نخر جسم المؤسسة العراقية، نتكلم عن الأزمة السياسية العميقة اللي مزقت هذا الحقيقة كله مرتبط بالإدارة. هذا الموضوع كله مرتبط بالإدارة. طيب. وصناعة القرار. إذا نحن المقومات موجودة، مثلا اليوم ارتفاع أسعار النفط العالمية غطت نوعا ما عن الخلل الكبير اللي تحدثت عنه الأزمة الأوكرانية الروسية. مع العلم كان عليه العجز أصبح لدينا قبل أن تحدث الحرب الأوكرانية الروسية. وذلك عندما قلت الخطة الزراعية بسبب نقص المياه، إذا كان يجب أن تكون هناك استعدادات لتوفير المواد الغذائية، الأمن الغذائي، الخزينة الاستراتيجي. الأزمة الأوكرانية بعد هذه المرحلة، إذا هناك كان خطأ كبير، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية نوعا ما غطت على هذه الأزمة الداخلية. ولربما أي عملية أو أي تأثير مثل ما حدث لا سمح الله في أزمة كورونا السنوات كانت. أعتذر لجنابك ولكن الوقت ضيق للغاية. الخبير في الزراعة والموارد المائية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.